أهل البدع دائما يكررون هالكلمة. الله في السماء، نعم الله في السماء، كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، القائل من؟ الله عز وجل. طيب أين كان قبل أن يخلق السماء؟ أين كان قبل أن يخلق السماء؟ إذا الآن الله في السماء، إذا أين كان قبل أن يخلق السماء؟ شوف يعني هذا عندهم حجة بالغة دامغة يبهرون فيها الناس. يقال بأن الله كان على ما كان قبل أن يخلق المكان. شوف سجع كهار، الله كان على ما كان قبل أن يخلق المكان، كل هالفلسفة هذه. إذا الله ليس في السماء. إذا الله في السماء، طيب أين كان قبل أن يخلق السماء؟ ترى هذا الرد عليه يسير جدا. أولا، من قال لك أن في السماء يعني السماء ظرف له وهو فيه في السماء؟ الآن نحن أين؟ أين نحن الآن؟ في المسجد. ما معنى نحن في المسجد؟ يعني المسجد ظرف لنا ونحن فيه، صح؟ واضح؟ يعني الآن واحد منا لو سئل عنه أين فلان؟ فلان في المسجد. ما في المسجد؟ يعني المسجد ظرف له وهو في المسجد. هم ظنوا أن معنى كلمة الله في السماء تساوي نحن في المسجد، المسجد مكان لنا ونحن فيه. فظنوا إذا قيل، بل إذا قال الله عن نفسه أأمنتم من في السماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء، أن السماء مكان ظرف والله فيها، هكذا ظنوا. وهذا ظن باطل. يعني هم بنوا عقيدتهم على فهم باطل، ثم قالوا طيب قبل أن يخلق السماء أين كان؟ ظنوا أن الله خلق السماء وجعلها إيش؟ مكان له، بنى السماء، والسماء بنيناها بأيد، فلما بناها راح ربنا جل وعلا سكن فيها، هكذا هم يظنون. لا، كلمة سماء بمعنى العلو. فإذا قيل الله في السماء يعني الله في العلو، الشيء العالي يسمى في لغة العرب سماء. أرأيتم الماء من أين ينزل؟ من السحاب. وقال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، وهو من السحاب. سمي السحاب سماء لأنه عالي. حتى أن في بعض الجبال، في بعض العمائر والبنيان، ها، ناطحات السحاب، حتى بالطائر واحد يصعد يصير السحاب تحته، فيسمى السحاب سماء لعلوه. فإذا قيل، بل إذا قال الله عن نفسه في كتابه، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه الله في السماء، يعني الله في العلو، ليس في السفل، الله في العلو. مش السماء ظرف، كما أن المسجد ظرف لنا، السماء ظرف لله والله في السماء. لا، معنى الله في السماء يعني الله في العلو. إذا لما تتفلسف علينا المبتدأ أين الله قبل أن يخلق السماء، من قالك أن السماء سكن لله والله ساكن فيه؟ أين كنت أنت قبل أن تسكن الظهر يا أبا عبد العزيز؟ كنا في الرقة، بعدين طلع لي بيت في الظهر. هكذا هم فاهمين بأن الله لما خلق السماء سكنها، كما أن أبو عبد العزيز طلع من الرقة راح سكن الظهر. لا، مش هذا المعنى. السماء معناها العلو، يعني أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من في العلو. واضح؟ واضح. في معنى آخر لمعنى في السماء، وهو أن كلمة في السماء حرف في هذا بمعنى على، يعني أأمنتم من في السماء، يعني أأمنتم من على السماء. وعلى أي أساس أنت جعلت في بمعنى على؟ مش على أساس من هواي، هذا كلام العرب يقولون فيه ويقصدون به معنى على. كيف؟ قال اقرأ كتاب الله. قال الله عز وجل قل سيروا في الأرض، يعني ماذا؟ نحفر في الأرض ندخل فيها، ولا سيروا في الأرض يعني على الأرض، صح؟ فرعون قال ولو صلبنكم في جذوع النخل، يعني الشق، ها، جذع النخلة فوتهم داخل، صح؟ ولا على جذوع النخل؟ ما معنى في جذع النخل؟ ها، على، ولا صح؟ على جذوع النخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض، يعني تحفر في الأرض، تدور الديدان الثعابين ترحمها.
ولا المقصود يرحمهم من في الأرض يعني من على الأرض؟ بمقابل يرحمهم من في الأرض يعني على الأرض، قال يرحمكم من في السماء يعني على السماء. الأمر سهل جدا. إذن هنا في السماء لها تفسيران كلاهما حق ولا ينافي أحدهما الآخر. أما في السماء معناها في العلو، أو في السماء يعني على السماء، وكان الله غفور رحيم. وليس له حق هذا أن يأتي يستعرض. ها طيب، أين كان الله قبل أن يخلق السماء؟ فالله على ما كان قبل أن يخلق المكان. كلام فاضي ما أنزل الله السلطان. بل الأدلة من الكتاب متواترة، والسنة متواترة، وإجماع السلف والشرائع النبوية السابقة والعقل السليم والفطرة، الكل يقر إيش يا أخوان، ويدل على أن الله في العلو. حتى النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية لم تتعلم ولم تدرس، راعية غنم حتى بالرعي ها ضعيفة، أتى الذئب وذهب بواحدة لطمها سيدها اسمه إيش؟ معاوية. واضح؟ ندم على ذلك، أراد أن يعتقها تكفيرا لما فعل بها، وهو يرغب أن يعتق رقبة مؤمنة. أتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني غضبت، آسف كما آسف ابن آدم، يعني غضبت ولطمتها وأريد أعتقها. يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم يختبرها إن كانت مؤمنة حتى يعتق رقبة مؤمنة. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لسيدها اعتقها فإنها مؤمنة. والحديث في صحيح مسلم. انتهى الأمر، شهد له بالإيمان. هترى ما عندها لا دكتوراه ولا بروفيسور ولا مش أبحاث ولا شيء، لكنها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لكنها على الفطرة. تجد دكاترة بروفيسور مش عارف إيش بعوث مش عارف أين الله، وهذه الراعي الغنم اللي حتى في الرعي ما هي مضبوطة. إيش قالت؟ قالت في السماء. من؟ قالت أنت رسول الله. الله أكبر. فالحمد لله الأمر واضح، وهذا إجماع السلف عليه. وذاك يقول جمع الله عز لنفسه، قال معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. شوف الآن استوى على العرش في الآية نفسها، هو مستوى على العرش. إيش قال؟ يعلموا، كلام على العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماء وما يعرج فيها، وهو معكم، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. معنى هذا إيش؟ معكم يعني يعلمكم ويبصركم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. واضح؟